هو المشاهدي قناة الفلاح رفيق مباشرة في هذا البث المباشر من ساكنة منطقة صخرة القط. نعطيو الكلمة لواحد السيدة المتضررة اللي المنزل ديالها شعلت فيه العافية، كما كتشاهدوا أخوة الكرام اللي ما بقى فيه حتى شي حاجة، كتقول على أنها الرزيق ديالها اللي كان عندها و كتماعش بيه على طول السنة، وهادي شعلت فيه العافية، ما بقى لها مسكينة، مات تاكل ما تشرب. كطلب من جهات المسؤولة أنها تجي يقدموا لهم يد المساعدة. وإحنا نقربوا المشاهدين، الصورة واضحة داخل المنزل ديال السيدة المتضررة كما كتشاهدوا إخوان الكرام. كما كتشاهدوا إخوان الكرام مباشرة مع السيدة اللي تحرقات للدار ديالها. الحاجة، انت ساكنة في المنطقة هذه؟ ساكنة هنا يا وليدي، هذا المنزل ديالي. هذا المنزل ديالي، كان عندي فيه كل شيء مبلج، ها القفل في الأرض محطوط، ها هو الباب ما صيبتها شي مرة، ها القفل فين هو، ها هو ها القفل، كتشاهدوا ها القفل المشاهدين يا وليدي، ها هو القفل ديال الباب الباب ما صيبتها شي، ها القفل المشاهدين. صغير وكبير ما صيبت شي تا حاجة، بواد هاد الما تا هما دابو البوالز اللباس ديالي، بقيت الله كريم طوني الناس ما لبس عليا، الله يرحم الوالدين، انا نطلب المسؤولين لربويت اللي كنت معاش به، انا دابا مزوقه في الله وفيكم، وكنطلب المسؤولين يشوفوا من حالي، الله يرحم الوالدين، رانا بقيت على الله ومعوله على الله وعليكم، والله يرحم الوالدين، ونشكر المسؤولين ونشكر السلطات ونشكر اللي واقفين معنا كاملين واللي تفكرونا واللي وقفوا معنا البعيدين والقريبين، ونشكر الحاج سيمو، الله ينصره والله ينصر كل سلطات، وسيدنا الحبيب الله ينصره والله يخليه لنا، والله يخلي لنا بلاصتو ويخلي لنا بلاصه المسؤولين كاملين، نشكر مرانا ما نقدرش نهضر، وسمحوا لي لفلط شي حاجه، انا مزوقه فيكم، والسي الحاج سيمو الله يجازيه، وعرفناه مش يعوضنا، ورحنا طامعين فيه وفي الله، ونطلبوا منه ونطلبوا من سيدنا حتى هو يوقف معنا ويسردنا المسؤولين ويسردنا كل شيء، واقفين معنا بكل شيء ديالهم، ويني فات فيا الفوت، الدويره ديالي نتمعاش منها، انا نمشي نخدم ونجي، دابا ما بقى لي خدمه، دابا رجلي مشاو لي مره، حمدت الله وشكرته، تاثرت بزاف، صحتي تاثرت عليا، مكانه الضو تحرقات، المنزل ديالي تحرق، اللي ما ناكل والو عندي الله تعالى وسبحانه، تحال الله لا طاوني شي ناس ما ناكل معاهم، كل شيء ها انتم لا تشوفوه، اجي وكنطلب منكم تجيو تشوفوا كل شيء بعينكم، الله يرحم الوالدين، نشكر.